ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى ما خلق الخلق ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فنفع الطاعات وضرر المعاصي إنما هو عائد إلى العباد، والله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعتك ولا يتضرر بمعصيتك. ولو كان الناس على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كان الناس على قلب أفجر رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فهو سبحانه غني عنا وعن طاعتنا وعبادتنا، لكنه سبحانه وتعالى من رحمته أنه بين لعباده سبيل النجاة وحذرهم من سبل المهلكات. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فوعد سبحانه وتعالى أهل الحسنات من المؤمنين، وعدهم بوعدين: الوعد الأول أن صاحب الحسنة يجازى خيرا منها، فتضاعف له حسناته 10 مرات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والوعد الثاني أنه يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا هو الجزاء الذي يأتي بالحسنات في هذه الدنيا، إذا فعلت فعلا صالحا فإن الله يضاعف لك الأجر، ويؤمنك يوم القيامة يوم يفزع الناس. وأما من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، وهذا وعيد شديد يوجب على العبد المؤمن أن يخاف من الوقوع في السيئات، لأنها طريق وسبيل إلى جهنم وإلى النار والعياذ بالله. والناس في باب الأعمال الصالحة والأعمال السيئة على 3 مراتب أو على 3 أقسام. القسم الأول أصحاب حسنات فقط، كالأنبياء والصالحين والصديقين، هؤلاء في الجنة. والقسم الثاني أصحاب سيئات فقط، وهؤلاء في النار. وقسم ثالث لهم حسنات ولهم سيئات، فهؤلاء من رجحت حسناته فهو في الجنة، ومن رجحت سيئاته فهو في النار، كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والناس لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة: إما أصحاب حسنات، وإما أصحاب سيئات، وإما أصحاب حسنات وسيئات.
والله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل الحسنات، بيّن لنا بأنها طريق النجاة، وهذه الأعمال الصالحة وهذه الحسنات هي زرع الجنة، كما أن السيئات هي زرع النار. ولذلك فمن زرع الحسنات حصد النعيم المقيم، ومن زرع السيئات حصد العذاب الأليم. هذه الحسنات على مراتب، هذه الحسنات التي أوجبها الله علينا على مراتب، أعلاها وأعظمها على الإطلاق حسنة التوحيد والإخلاص. فمن أتى بالتوحيد وهو لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، أن توحد الله تعالى في خلقه وملكه وتدبيره، فهو الرب لا رب سواه. توحده في العبادة فلا تصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل، توحده في صفاته أيضا فلا نصف المخلوق بصفات الخالق تعالى. فمن أتى بالتوحيد وأخلص عمله لله عز وجل فهذه هي أعظم حسنة يفعلها الإنسان في هذه الدنيا، ومن كانت هي آخر كلامه دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال هذه الكلمة مخلصا لله تعالى حرم الله عليه النار. وجاء في الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا التوحيد والإخلاص هو سبيل النجاة، وهو أعظم الحسنات، بل من أجله خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني في العبادة. ما خلقك الله إلا من أجل تحقيق هذه الحسنة العظيمة. وما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب وما خلق الجنة والنار إلا من أجل تحقيق كلمة إخلاص لا إله إلا الله، فهذه أعظم الحسنات. فمن جاء بهذه الحسنة من قلبه خالصا لله عز وجل دخل الجنة ونجا من النار، وعمله بعد ذلك كله يقبل عند الله عز وجل إن شاء الله. لأن هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، هذه الكلمة هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام وبها يخرج من هذه الدنيا. فهذه أعظم حسنة يفعلها الإنسان، وهذه الحسنة لا ثواب لها، ثوابها لا يعد ولا يحصى، لأن من حقق التوحيد فقد بلغ القمة. كذلك من طبعا، ولا ليس هذا مقام بيان فضل التوحيد، فإذا أردنا أن نتكلم عن فضل التوحيد فلا بد من الكلام عن جميع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها تأمر وتدعو إلى التوحيد. النوع الثاني من أنواع الحسنات بعد حسنة التوحيد والإخلاص لله تعالى حسنة الفرائض، الفرائض التي افترضها الله على هذه الأمة، كالصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الخلق وغيرها من الأمور التي أوجبها الله على المسلمين. هذه حسنات واجبة وتأتي في المرتبة الثانية، ولها أجر عند الله عز وجل عظيم. من جاء بهذه الحسنات فله أجر عظيم عند الله عز وجل. ثم تأتي المرتبة الثالثة من مرتبة ومن أقسام الحسنات، وهي نوافل العبادات، النوافل التي ليست بواجبة كقيام الليل وصلاة الضحى وصيام ست من شوال وغير ذلك. هذه الأعمال النوافل
تكمل وتجبر الفرائض. فإذا كان خلل في الفريضة جبره جبر ذلك الخلل هذه النافلة، لأن الله عز وجل يوم القيامة إذا كان العبد قد قصر في صلاته يقول الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به الخلل أو النقص الذي وقع في الفريضة. فهذه النوافل تكمل بها الواجبات وترفع بها الدرجات، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها أيضا، لأنه يحتاج إليها، لأنها كالسياج للفرائض. فالإنسان إذا أخل بالنوافل قد يخل بالفرائض، لكنه إذا كان محافظا على النوافل فإنه حينئذ ولا شك أنه لن يضيع الفرائض. وهذه الحسنات التي أمرنا الله عز وجل وحثنا عليها ووعدنا بمضاعفة الأجر فيها ووعدنا أيضا بالأمن يوم القيامة، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في البرزخ ولهم الأمن يوم القيامة، وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا إلى شريعة الله بالعلم والعمل، ومهتدون في الآخرة إلى الجنة. فهذه أنواع الحسنات التي نحن مطالبون بفعلها إما إيجابا وإما استحبابا. وإذا كانت الحسنات على ثلاثة أقسام فكذلك السيئات، السيئات أيضا على ثلاثة أقسام، أخطرها وأشدها وأسوأها سيئة الشرك. وبذلك فسر قوله تعالى ومن جاء بالسيئة، قال جماعة من السلف المراد بالسيئة هنا سيئة الشرك. هذا الشرك هو من أعظم السيئات، بل هو أعظمها على الإطلاق، هو أعظم السيئات وأعظم الجرائم التي يرتكبها الإنسان أن يشرك بالله عز وجل. ولهذا قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. فهذا الشرك هو أعظم خطيئة وقعت فيها البشرية، أعظم خطيئة يقع فيها الإنسان أن يشرك بالله عز وجل، إما في ربوبيته أو إما في العبادة وفي الألوهية وإما في صفاته تعالى. فمن وقع في شيء من الشرك فقد حبط عمله، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، هذا الشرك كان إبراهيم عليه السلام شيخ الموحدين كان يخاف منه، وهذا ما يوجب علينا الخوف الشديد من الوقوع في الشرك. لا تظن بأن أمر الشرك سهل، فإبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هو يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن الشرك قد يكون يسيرا حتى إن الإنسان لا يشعر به، لكنه يزداد مع الوقت شيئا فشيئا. ولذلك يجب على المسلم أن يتعاهد إخلاصه وتوحيده لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، لأن الشرك على قسمين، قسم جلي ظاهر، إنسان يقوم ويسجد لصنم هذا شرك جلي، يذبح لغير الله هذا شرك جلي، لكن هناك ثم شرك خفي الذي يكون في القلب
يدب في القلب دبيب النمل. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يقوم أحدكم يصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. يعني يقوم يصلي فإذا رأى الناس ينظرون إليه يرائي في صلاته، يطيل في صلاته، يطيل في قيامها وركوعها وسجودها. وهذه الإطالة الغرض منها أن يراه الناس على تلك الصفة. كذلك الذي يتصدق لا يقصد بذلك وجه الله، وإنما يقصد السمعة والرياء. هذا أيضا من الشرك الخفي. وهذا الشرك قد يترقى، هذا شرك أصغر لا يخرج عن الملة، لكنه قد يترقى بالإنسان حتى يصاب صاحبه بالنفاق والعياذ بالله. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. 30 صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا هو المؤمن. المؤمن هو الذي يخاف من الشرك، هو الذي يخاف من النفاق. فعلى المؤمن أن يحذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك هو أعظم السيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما يلحق بالشرك أيضا وهي من السيئات الكبرى الكفر. ولا أعني بالكفر ما هو ما يقابل الشرك، لأن الكفر شرك والشرك كفر، وكلام الله عز وجل لم يفرق بين الشرك والكفر. فمن أشرك بالله عز وجل سواء باتخاذ صنم أو أنه كفر بالله تعالى باتباع ديانة باطلة، أو ارتد عن دين الإسلام بعد إيمانه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، فالكل سواء، فالكفر ملة واحدة. هذا أيضا من أعظم أو هو أعظم السيئات، الوقوع في الردة أو اتباع دين باطل، هذا هو أعظم السيئات التي قد يقع فيها الإنسان. ثم يأتي القسم الثاني من أقسام السيئات، وهي سيئة الفسوق، وهي التي تسمى الكبائر. هذه السيئات أيضا حذر الله سبحانه وتعالى منها في كتابه، حذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكبائر هي كل ما رتب عليه عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن فاعله أو توعد بالغضب أو النار، فهي من الكبائر، كالقتل وشرب الخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات وعقوق الوالدين وقطع الرحم والكذب والغيبة والنميمة، هذه كلها كبائر. وهذه الكبائر وهذه السيئات حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا سبحانه وتعالى بوجوب التوبة منها، فمن تاب منها كفر الله عنه الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم يذكر الكبائر. وسئل عدة مرات عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم بعد ذلك بعده يأتي القتل، وتارة يقول أن تزاني حليلة جارك، وهكذا. هذه الكبائر يجب على المسلم أن يجتنبها، فإن وقع فيها وجب عليه أن يعجل بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والإقلاع عنها، لأن هذه السيئات تأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة الشرك. بعد سيئة الشرك تأتي هذه الكبائر، ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي ما تسمى
بسيئة المعاصي أو الصغائر أو اللمم. وهذه الصغائر هي من أخطر الذنوب، لا من حيث إنها صغائر، وإنما من حيث إن الناس يتساهلون بها. الإنسان ربما إذا وقع في كبيرة، إذا قتل شعر بالندم وتاب إلى الله، إذا شرب الخمر يشعر بالندم يتوب إلى الله، لكن هذا الذي يرتكب الصغائر قد لا يشعر بها، قد يستخف بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، لأن هذه الصغائر إذا تساهل بها الإنسان تراكمت عليه، إذا تراكمت عليه وأصر عليها يوشك أن تهلكه. كما قال بعض السلف: إن الصغائر، إن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. إنسان إذا أصر على الصغيرة وتمادى بها وجاهر بها فإن قلبه سيموت، وحينئذ تكثر عليه هذه الصغائر فتوبقه والعياذ بالله. هذه السيئات تضمنها قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر هو سيئة الشرك والكفر، والفسوق هي سيئة المعاصي، والعصيان هي سيئة الصغائر. فهذه السيئات بجميع أنواعها مكروهة عند المؤمن، فالمؤمن يكره هذه السيئات كما أنه يحب الحسنات. وقد جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. المؤمن هو الذي تسره الحسنة، إذا فعل فعلا صالحا فرح. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله تعالى يحب الحسنة، وهذه الحسنة تقربه إلى ربه. وإذا وقع في سيئة شعر بالحزن تسوءه سيئته، لأنه يعلم بأن الله تعالى لا يحب السيئات، وأن هذه السيئات تبعده عن ربه عز وجل وعن محبوبه. ولذلك فالمؤمن تسره الحسنة وتسوءه السيئة. ثم إن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. الحسنة تضاعف، إذا صليت صلاة كتب الله لك أجرها 10 مرات، إذا تصدقت بصدقة كتبها الله لك 700 ضعف فأكثر. لكن لو ارتكبت سيئة فإنها لا تكتب إلا سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. انظر إلى فضل الله على هذه الأمة. إذا هم الإنسان وعزم على فعل حسنة ثم لم يعملها فإنها تكتب له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب الإخلاص. كلما كان مخلصا كلما ضاعف له في الأجر. فإن هم بسيئة فلم يعملها هذا تكتب له حسنة. إذا هم بالسيئة ثم ترك هذه السيئة خوفا من الله، طاعة لله، حياء من الله، تكتب له حسنة كاملة. فإن هم بها فعملها كتبت سيئة واحدة، فإن تاب محيت عنها. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه زيادة على مضاعفة الحسنات والسيئات رسم لنا الطريق، بين لنا ما هي الحسنات، بين لنا ما هي السيئات.
بين لنا طريق النجاة وسبل المهلكات. إذا أردت النجاة فها هو زرع الجنة، ها هي الحسنات بمراتبها الثلاث. إذا زرعت هذه الحسنات فإنك يوم القيامة ستحصد السعادة الأبدية، لكن لو زرعت السيئات حينئذ ستحصد الشقاء والعياذ بالله. فينبغي على المسلم أن يحرص أشد الحرص على فعل الحسنات، لأنه سيؤمن يوم القيامة عندما يفزع الناس، تكون آمنا عندما يفزع الناس، ويضاعف الله لك هذه الأعمال الصالحة وهذه الحسنات. فعلينا عباد الله أن نعجل وأن نبادر بعمل الخير وبفعل الحسنات، سواء كانت واجبة أم مستحبة، وأن نحذر أشد الحذر من الوقوع في الشرك بجميع أنواعه، لأن هذا الشرك إذا وقع في شيء أبطله، لئن أشركت ليحبطن عملك. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.